يا شباب، السلام عليكم. كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين، اخباركم صحتكم. اي مع الحاصل الشبكة في السودان عامة، ما في عامة الان. احنا من عملنا شبكة، وصلنا شبكة من الموقع بتاع الشغل بتاعنا هنا ان شاء الله، عشان اطمنكم بها. المهم الشيء اللي حصل، جانا هجوم يوم السبت، العصر استشهد مننا احمد مبارك العمدة، واصاب عباس مضوي الفقيه حسن، وقتلنا منه النفرين الحمد لله. الكلام ده يوم السبت. يوم الاحد جونا راجعين تاني بكمية خيالية، حكاية بتاعت 45 موتر وسبع عربات، فيها عربات قتالية عديل. الحلة دي مسكوها بيدوشكا وقرنوف، واتبادلنا، قتلوا منا 4 وأصابوا 9، والحمد لله. المهم حالتهم طيبة، لكن والله قتلنا فوقهم 6 والجرحى كمية، والله ملحمة في التاريخ إن شاء الله. المهم الشهداء 4: عباس مضوي، عبد الله جبرة، وعلم الدين الطيب عبد الله جبرة، ومحمد فضل الله والدبساك، وعماد علي الشيخ. وجرحى 9: جرحى عمر مرغني، ومحمد مضوي مصطفى، ومحمد احمد علي المرضي، ومحمد اسماعيل الجنقولي، ومحمد الصيني، ومدثر محمد المبارك، وعبد الله استاذ بابكر، واحمد الجعلي ده من الوافدين، والله زول مسجل معانا ملحمة قوية. المهم 9 انفار. وعبد الله نصر الدين ده 9 الان في المناقل، وساقوا مننا عبد الحكم وحسين، لقوه برا ساقوه وفكوه. لما فكوه قالوا له نحن بكره جايين ناس مال وعربات ونسوان. المهم الحلة نحن الصباح كلها لقيناها في المناقل وفي الغرة المجاورة، نحن ما جينا مع أزعفنا الجرحى ديل. المهم الحلة المعلومات جاتنا انه ما فوق اي مرة، النسوان كلهن طلعوهم بليل ونداك الساعة 2 صباحا. الحلة عدمة المرأة، يعني دي المعلومات اللي معانا لحد الان، ما عارفين تاني ايش الحاصل شنو، لكن الامور طيبة الحمد لله. والناس في النهاية ده غدر ومغدر إن شاء الله، يعني إن شاء الله كله لخير، بس للمعلومة بس. وربنا يوفقكم إن شاء الله ويحفظكم.